خذي اللي من الغسالة. اه خذي اعطيها 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 لمرتي. وقفوا على واحد الولد بالسيوفة، سبعة هما وقفوا على هذا الولد بالسيوفة. اه هكا كان مسخر. ها؟ اخرين هربوا ولا شنو؟ اخرين هربوا كانوا سبعة. اذا مش راه ضربوه، خذ سعيد مع الدري عيط. ناخذوا معاه تصريح. سير حبيبي سير حيد من هنا، حيد من هنا يا ربي. صاحبي صاحبي راه غيديوك سير. شو سير ولا نضرب. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، مشهد خطير وصادم، اطفال قاصرين قاصرين مدججين بالاسلحة البيضاء وقفوا على شاب باش يجريسيوه. شو كيديروا لي كرفصوه. عاود عاود لينا خويا شنو وقع. عاود لينا شنو وقع. لا لا ما شفتش لك وجهك. المهم انا واقف في البلاصه كنتسنى في الطوبيس. اها وقفوا عليا الدراري باقي صغار. اه سبعه وجوج هازين جناوه. المهم هذه شتا هاد السن هادي التقاد هادي التقاد شحال عندهم تقريبا هاد الدراري؟ الكبير فين تلقى عنده 15 عام. فواضحة النهار امام المرأة ديال الجميع. ضربوك اولدي؟ لا غير هو ملي بغيت نهرب منه واحد عكلني طحت. طحتي ولكن هادشي اللي طرا لك حالتي. اودي ما عرفناش حنايا صراحة هادشي مشهد صادم جدا. اطفال عباد الله اطفال وليداتنا هادو هادو وليداتنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هادشي كيألم. شكرا لرجال الامن شكرا. كانوا دايزين رجال الامن من هنا؟ كانوا دايزين هما اللي شافوا نقاش شافوا كل شيء. هما اللي شافوك خذ معنا ديك لاغاسيون دور ظهرك يعطيك شنو وقع. صافي هو عطيه ديك لاغاسيون دور ظهرك ويعطيه شنو وقع. شكرا لرجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها في اطار مكافحه الجريمه بشتى انواعها. يعني لولا المرور ديال رجال الامن الدراجيين ديال منطقه مولاي رشيد ربما كانوا هاد ربما كانوا غيتكرفصوا على السيد وضربوه لانهم كانوا حاملين اسلحه بيضاء من الحجم الكبير. من المسؤول على هادشي اللي وصلوا ليه هاد الوليدات هادو؟ شكون المسؤول عليه؟ شكون المسؤول على هادشي اللي وصلوا ليه هاد القاصرين؟ هادو راه وليداتنا عباد الله نشوفوهم في هاد الحاله. هادشي راه كيألم هادشي راه كيألم. حول ولا قوة الا بالله. فين هو؟ هرب اه وهادو كانوا معاهم. هادشي اون بلان بوبليك ما كاينش في النهار قهار. اه اجي اجي حدايا اجي غنبعد باش ما نشوفش لهم وجههم مع باقي القاصرين. راه قال لي كانوا شي سبعه. يلا دو شوفي 15 عام 14 عام عباد الله باقيين غير صغار. يلا هيا وحده مو جايه قالت لهم كان عم مسخر ليا. جنايات جنايات اختي. ايوا واسمحي لي آه فين المراقبة؟ فين هما الوالدين؟ فين هما؟ دابا شوفي كنروح وغادي تمشي على قبل التليفون. مرة أخرى كنشكروا الدراجيين ديال منطقة مولاي رشيد.
اصلا انا كون بغيت نصور ما نغاوش نقرب ليهم.